اس عشق میں مر جاوا. بس قلي كرمال شو عم تعمل كل هالتحضيرات؟ فيني اعرف؟ خليها مفاجأة. إذا بقول لك هلا ما عاد يصير اسمها مفاجأة. قلبي حاسسني إنه صاير عندك أسرار وعم تخبيها. حبيبتي، ممكن حضرتك ما تحكي معي بهالطريقة؟ أنا ما قصدي ضايقك، كل اللي بدي إياه أعرف بشو عم تفكر أنت وبس. شو عم فكر؟ ماشي حبيبتي، اليوم بتعرفي كل شيء، بس هلأ بدي تجاوبيني وبدون لف ودوران. يا ترى مين الحلو والأنيق بهاي الحفلة؟ أنا؟ ولا أنتي؟ طبيعي يكون أنا، بس وعدني أعرف الحقيقة وما تخبي شي عني. أنا بوعدك بهالشي. دقيقة بس. ألو؟ سيدي في عنا مشكلة، السيد رايتشاند ما رح يجي على الحفلة. ما بيصير، لازم يجي على الحفلة ولو بالقوة. مناف ضروري يعرف مين هو الشخص يلي رح يكون شريكه. طيب سيدي. دي بترجاك فهمني منيح، ليش غيرت رأيك مشان السفرة؟ أول شي بتقلي إنه نحن رح نسافر على لندن، وبعدين بتجيبني على مومباي. أروهي هالفترة المشاكل لاحقتني وما عم تتركني بحالي. أول شي كان في مشاكل بحياتنا الشخصية، وكمان هلأ عم يصير معي مشاكل بالشغل. الممول الرئيسي اللي معتمدين عليه بالشغل تبعنا فجأة وقف التمويل ومن دون سبب واضح، ولهيك اجيت على مومباي وبسرعة راح وصلك على أوتيل وروح أنا دغري. ولحتى أنهي هي المشاكل لازم شوفه وأحكي معه. استنيني بالأوتيل لحتى أرجع. لا أديب، ما فيني ضل لحالي بالأوتيل، بترجاك خدني معك لو سمحت. أنت ما فيك تشوفيه للممول، هذا اجتماع شغل وأنت ما بصير تحضري. أروهي اسمعيني، الحياة العائلية تختلف عن الحياة العملية. رح تكون شغلة ما لها حلوة إني آخذ مرتي معي على الشغل، حابة إنه يتمسخروا علي، لأنه العالم اللي بالشغل لما يشوفوكي معي أكيد رح يتمسخروا علي. إذا بتريدي لا تعندي أروهي، استنيني بالأوتيل ماشي؟ لا أديب، عن جد مو قصة عناد، أنا بس مو حابة ضل لحالي قاعدة بالأوتيل من غير شي، حاسة عقلي مانو معي. أنت خلص روح على الاجتماع تبعك وأنا بضل قاعدة بالسيارة عم بستناك. أروهي إذا بتريد. متحمسة؟ ايه، ولما عرفت انه بانكيتي جاي على الحفلة فرحت وانبسطت كتير. شبك هي بتكون رفيقة عمرك، يعني معقول ما نعزمها؟ صح يا فيكرام؟ ايه بابا، معقول ما تعزم حبيبته لأهان؟ وهلأ أهان رح ينبسط كتير. صحي؟ انتو بس عازمين لبانكتي ولا عازمين امك كمان على الحفلة؟ شو حبيبتي؟ انتي ليش عم تسألي؟ لأنه إذا بتجي إلي، إذا كنت عازمها للمدام ما في داعي تجيب برنامج على الحفلة، لأنه المدام بحد ذاتها مسلسل درامي. أختي أروهي وعد ضحية لمؤامرة كبيرة وخطيرة، طلع معها حق. شبهتها لأروهي متفق مع أبوها لزوجها، هذا هو، هذا الإثبات. غريب، مين أنت؟ وشو عم تساوي هون؟ أنا ليك اللي شو عم تصور؟ حذف كل شيء عم تسجله. رح أحذف كل شيء، لا تخاف. حذفه قدامي لأشوف. يا حراس، يا حراس، حرامي يا حراس، امسكوه، يمكن هاد حرامي. وقف، ما فيك تسجل شيء من كاميرات المراقبة وبعدين تهرب من هون. أعطيني موبايلك، حذف كل شيء، ورجيني. يا حراس عم يهرب. هذا بيكون أخوه لأروهي. بس هو شو عم يعمل هون؟ معقول يكون، معقول صورنا فيديو؟ خلص أكيد أخوها لأروهي ومرته صاروا بيعرفوا كل شي عني بريد في. يلا روح امسكه وخذ الكاميرا واقتله، اعمل أي شي. أنا ما بدي إياه يوصل الفيديو للشرطة ونحن نخسر كل شي عملناه سوا. إيه بنداري، يلا لشوف، افتح الباب فورا وإلا ما فيك تتخيل شو ممكن أعمل فيك.
ليش ما عم يعلق معي موبايله لأروهي؟ ضروري كثير اني ورجيه هذا الفيديو. اهلين استاذ انيكيت، شو هالمفاجأة؟ تفضل. ايه اروهي جوا؟ قلت بيجي بشوفها شوي. اليوم الصبح اروهي وديب سافروا على مومباي. مومباي؟ ولهيك موبايلها خارج تغطية؟ اروهي؟ شو عم تعملي هون يا بنتي؟ كنت مفكرة انك رحتي على مومباي اليوم. قلت له لأخوك انك سافرتي مع ديب. اروهي شو رجعك لهون؟ مو وقته هلأ، ما يفوت لجوا. ويا ريت تعملي شاي، اروهي بدها تحكي مع اخوها شوي. طيب انا رح اعمل شاي، رح تجي معي؟ رح اسبقكن لجوا. هي لا تقربي مني، انا بعرف انه مانك اروهي، انت شبيهتها. انا هلا بدي اخبر الشرطه بكل شيء، ولا تنسوا انا معي اثبات لاثنيناتكم، لا حدا يقرب مني. ليك وقف، عم اقول لك بريت في، قوم وروح وقفه بسرعه قبل ما يروح ويوصل الفيديو للشرطه. قوم يلا تحرك بسرعه وروح الحقه. سيد جيدي يلا، شو رأيك نحكي مع أخوك؟ رح أعرف مثل كتير منيح لدرجة تخليني مثل بفيلمك الجديد. مناف بالإذن. أهلا وسهلا أستاذ مناف، هلا صار فين؟ قولوا إنك صرت معنا، أنت هلا وصلت لمستوى الأستاذ جيدي. إيه معلم، خليه يكون هو المخرج. وأكيد ما رح تندم. بصراحة أنا صار لي زمان ناطر هاي اللحظة، بس مناف ما بيحب يشتغل بالتصوير والسينما أبدا. لو ابنك بيسمع كلمة سيد جي دي تخيل وين كان صار هلا. هلأ المهم إنه نحن نعمل اللي علينا، وخصوصي لما منساعد القرايبين، حتى لو هن قدروا هالشي أو ما قدروا. ديب يعني الاجتماع تبعك هلأ هون؟ طيب شوفي ليش لساتك قاعد؟ يلا قوم انزل. ايه ديب، خد موبايلك، شكلك نسيته، بلكي اجاك شي تليفون ضروري. اروهي، رجل الاعمال اللي رايح شوفه هو شخص كتير صعب وعنده شوية مبادئ بالشغل، ولهيك انا ما بقدر اخد موبايلي معي لجوا. شو هالرقم الغريب هاد؟ ألو؟ ألو؟ أهلين، مين عم يحكي؟ شكلي دقيت الرقم الغلط، بدي السيد ديب رايتشاند، بعتذر إذا كنت غلطان. إيه مزبوط، هذا رقم ومانك غلطان، بس أنا رديت عليه، معك أروهي رايتشاند مرته. هو هلأ من شوي فات على اجتماع مهم كتير، إذا بدك أي شيء ضروري قلي وبقله بس يخلص. أنا بكون مساعد السيد جي دي، رفيقه لسيد راينشاند المقرب. الفكرة إنه الأستاذ جي دي كان حابب يشوفه الليلة كرمال موضوع كتير مهم، وعامل حفلة على شرفه وعازم ناس كتير عليها، بس السيد راينشاند بآخر لحظة قال إنه ما رح يقدر يجي على الحفلة لأسباب شخصية. بصراحة
هاي الحفلة رح تكون مفيدة كثير بالنسبة لإله. ايه طيب ماشي، بس يخلص ديب شغله وشوفه رح احكي معه مشان يجي على الحفلة تبعكم. شكرا كثير، شكرا كثير مدام رايتشان، شكرا. اهلا. هو قال لي انه اسمه جيدي. جيدي، انا ليش حاسه انه هالاسم مألوف لإلي كثير؟ اهلا حبيبتي انيتا، اهلا بنتي. شكرا، انت طالعه حلوه كثير. شكرا. معقول حدا من معجبينك هاديكي هالحلق؟ ايه طبعا، انا ماني مضطره اشتري بما انه عندي معجبين يشتروا لي. بس ما يكون عندك نفس الحلق. لا ما عندي. بس لحتى اكون صريحه معك، انت عن جد كثير حلوه، والظاهر انه هالفتره رح نشوف بعض كثير. ليش؟ بتعرفي انه الاولاد بلشوا يعجبوا ببعض ورح يرتبطوا. بانكتي؟ هاي البنت بتكون بانكتي يلي حابسها أخي عنده بالبيت. كيفك يا بنتي؟ مدام أنيتا، انتي ليش واقفة هون؟ يلا فوتي على الحفلة. المدام شيتال هي اللي ما عم تخليني فوت. ايه أنا آخر مرة، لأنه كانت لابسة عقد مثل عقدي طبق الأصل، لهيك قلت خليني شوفها. مين بيعرف، بجوز تكون لابسة شي قطعة يكون عندي مثلها كمان. شو قصدك؟ هم امزح، معقول تتضايقي من كلامي؟ هيك لكان. أهلين بانكتي. مرحبا مدام أنيتا. أنا اسمي أنيتا. جيسا، جيسا، شوي صايرة عم خربط، لأني كنت براجستان من فترة والعالم هنيك بحطوا كلمة سا بعد كل اسم، ولهيك تعودت أحكي بهاي الطريقة. بابا سا، ماما سا، جي سا. هذا أهم؟ ما كان ناقص غيره هو. هلأ هو وبانكتي رح يحكوا مع بعض بنظراته، والأستاذ جيدي رح يبهدلني إلي. سيداتي وسادتي، لنخلي حفلة اليوم تكون كتير حلوة وتصير مميزة، المطرب المشهور الفنان الصاعد أهان. هو رح يطربنا لنقدر نجيبه على حفلتنا. نحن قدمنا له عرض مستحيل إنه يقدر يرفضه. سمعونا زقفة.
إذا أدائك بيكون منيح رح تاخد مبلغ تاني غير المبلغ موجود بالعقد. ماشي؟ يلا بلش. أنت عم تاخد مصاري مقابل إنك تغني ببيتك، لشو بدك المصاري؟ شو عم تعمل؟ أنا أجيت بشغل وعم جاهز حالي لحتى أغني. بس يا أهان، الشركة طلبتك لحتى تغني مقابل المصاري ببيتك، كان فيك ترفض؟ لا، المصاري اللي عزمتني لأنه عندي قرض ولازم يتسدد. قرض؟ أهان، مو مشكلة ماما، هي مو أول مرة بيعمل فيها هيك أهان، خلص لا تتوتري. أروهي، أنت قلتيلي أنه رح نروح على مطعم، ليش جبتيني لهون؟ خلص أنت فوت هلأ لجوا دي ورح تعرف كل شي وقت تشوف. طيب ماشي، على القليلة عطيني لمحة بسيطة بس. ديب، أنا قلتلك تعال ورح تعرف لحالك وقت تشوف الناس بالحفلة. ضيف شرف اليوم الأستاذ ديب رايتشاند. جيدي، أهلا وسهلا، كيفك؟ نحن عاملين هاي الحفلة خصوصي إلك كرمال تجي لعنا، ورح أعرفك على أخي كمان. أنا اسمي جيدي. أروهي، مين ما بيعرفك؟ مو بشكل شخصي، يعني منعرفك مدام رايتشاند. السيد رايتشاند كل العالم بتعرف عيلته لأنه رجل أعمال، وبيعرفوا مكان بيتكم ووين بتقضوا إجازتكم، كل هالشغلات بتطلع بالأخبار. هاي هي ضريبة الشهرة، كتير بتزعج، وأنا مجرب هالشي قبل. مناف، تعال لعرفك، السيد ديب رايتشاند، الشريك اللي أنا حكيت لك عنه من قبل. إيه، أنا بشوفكم بعد شوي، انبسطوا بالحفلة. شو أعمل؟ إذا أروهي بتشوفه لأهان رح تصير مشكلة كبيرة، بجوز أخسر أروهي نهائياً، لازم أتصرف. عن جد برافو عليك، طلبت من الشركة إنه يجيبوا أهان على الحفلة لحتى يغني فيها. هلأ كل شخصيات القصة صارت موجودة هون، شو رأيك نبلش؟ أنت بتعرف شو هو دورك؟ بعرفه كتير منيح، حافظه بصم. انت على مين عم تدوري؟ ما انا هون.
سيد شوبدا يلا جبنا لك بنت حلوة كتير لهون وانت قاعد عاقل وما عم تعمل اي شيء معه. سيد افتار يا ترى انت بتقدر تترك كل هذا الشيء وتجي توقف مع البنت؟ فرصة ما بتتعوض. هاي البنت اول ما بتعطيها مصاري بتعطيك هدية. بهالمعلومة خليت تصير مهمتي اسهل بكتير. ممكن ارقص معك؟ يا ابني آسف. ما في مشكلة أروهي ديب، رح روح على الحمام وغسل فستاني. بتحبي اجي معك انا؟ خلص خليك هون وبروح لحالي. عفواً تعي معي أنا بساعدك. لا شكراً عن جد يسلم وما في داعي، بس قليلي وين الحمام؟ بالطابق الفوقاني. شكراً لألك. لو سمحت أخي، ليش السير واقف هون بهالطريقة؟ مسكرين الطريق لنشيل الحجر اللي نزل. شو بدي أعمل هلا؟ وموبايل أروهي خارج تغطية كمان، كيف بدي ورجيه الفيديو؟ ماني عم بفهم شي. إيه رح أبعت له الفيديو على إيميلها. لا تخافي يا حلوة. شو هاد؟ لا تخافي عملي، افتح الباب. اسمعي مني ولا تعيطي، رح أعطيكي مصاري ماشي؟ بعد عني، بعد عني فورا. اسمعني شو عم قلك، روح من هون. بعد عني، طلع لبرا. شو هاد؟ مين اللي سكر الباب؟ كيف تحبي القبض؟ كاش ولا شيك ولا تحويل؟ ها؟ لك مين في برا؟ قولوا لي مين اللي قفل الباب؟ يا حلوة انت ليش عم ترفضي الشغل بهالطريقة؟ ما انت هي شغلتك. رح اعطيكي مصاري. ساعدوني. انت شو مشكلتك؟ اهان
ليكي انت منيحه عم تسمعيني؟ اهدي اهان. لك مو معقول ضروري تروح تعطيها هلا؟ لك شو بدي اعمل هلا؟ بانكتي بانكتي أنا أجيت. قولي لي أنت ليش عم تبكي؟ لا بس خدني من هون أهان، ما بقى بدي ضل هون. خدني من هون، خدني بترجعك. أنا رح أخدك لوين ما بدك، بس بدي تقولي لي قبل ما نمشي كيف صار هيك ومين اللي عمل فيكي هيك. تعي معي لتحت. أكيد أبوك رجع هلا. حبيبي؟ أنت رجعت؟ يمكن تهيأ لي. انتو غلطتوا كتير وقت اللي خليتوني صير عدوتكم. لوين بدك تهرب مني؟ ردي ردي. ايه انا منيح، كنت عم بحاول دق لك بس ما كان في تغطيه. في معي شغله مهمه كثير، رح تنصدمي كثير وقت تعرفي شو هي. لا بدك تسمعني منيح لانه انت اللي رح تنصدم وقت تعرف شو اللي ناطرك بالبيت بس ترجع لهون. انت كيف وصلتي لعندي على البيت؟ شو عم تعملي عندي؟ انا جاي. عم بستناك، تعب بسرعة. عم قلك هيك مشان إذا حابب تشوف ابنك ومرتك عايشين بتجيب لي الفيديو اللي صورته على موبايلك وقبل ما حدا يشوفه أو تبعته لحدا. وإلا ماشي، أنا جاي. بس لا تقلق ليون، أنا جاي أنا جاي. أنا بدي الكل يسمعني، أنا ما لحقت لهي البنت، هي اللي إجت لعندي. كان مبين عليها بنت عيلة ومحترمة، بس هي أبداً ما أنا هيك. هي من البنات اللي بيستغلوا العالم، تطلب مصاري ولما أعطيها تعمل تمثيلية.
بصراحة ما بعرف كيف بيجيبوا هيك عالم على هيك حفلات. أنا كنت مفكر إنه هي مناسبة عائلية، بس كنت واقف لحالي وعم استمتع بالحفلة وهي كانت عم تعمل لي حركات وتطلب مني إنه أقرب منها، بس لولا هيك ما كنت بروح معها لمحل. كلكم كنتوا موجودين، مين قرب على الثاني؟ لا لا، راحت لحالها، أنا كمان شفتها وقت كانت تحت لمحتة عم تتقرب من شوبدا. مين بتكون هالبنت؟ بيبين عليها بريئة، بس اللي عملته عيب. احكي وقولي على شو ناوية يا وقحة. لك شو هذا الحكي اللي عم تقوله عن بنكتي؟ يلا قول. كنت عم احكي الحقيقة، هي بنت وقحة، كل همها هو المصاري. لك انت كيف بتسترجي تحكي هيك عن بنكتي؟ بدي اقتلك، بدي اقتلك. اهان اهان، اتركه يا ابني. اروهي اروهي ديب، انا هون. اذا بتريد طلعني من هون. اروهي ديب، اروهي اروهي، قولي لي شو اللي صار معك، انت منيحه؟ ايه انا منيحه كثير، بس في بنت بدها مساعده. وينها يا ترى؟ مين هي؟ اهان روي، أساساً ما بيحق لك تتضايق لأنك أنت صرت برات هالعيلة. قبل ما تجي كنا مرتاحين ومبسوطين، بس من بعد ما أجيت ما ضل راحة بنوم، كترت الخناقات والمشاكل. عن جد شكراً كتير. برأيك ما بيكون أحسن إذا بتريح الكل هون وبتروح وما عاد ترجع؟ وأنا ما رح أسكت على اللي صار، بدي أرفع عليه دعوة، بلكي بالحبس وبيتربى، أو أنت اللي بتربيه. لحظة، أنا اللي رح أحكي هلأ. ومين حضرتك بالله؟ صراحة أنا كنت شاهدة على اللي صار هنيك بهديك الغرفة فوق. يا ريت ترجع تعيد شو حكيت قدام الكل، بس لا تكذب عليهم ولا تتهمها للبنت، احكي الحقيقة. الحقيقة إنه هي البنت أكذب وحدة بكل العالم، عم تفهمي؟ الحقيقة إنه البنت كانت عم تقلعك لبرا وتعيط وتبكي، وأنت كان بدك تتقرب منها وغصبا عنها وبالقوة كمان. الحقيقة إنه أنت كنت عم تعرض عليها مصاري وتترجاها لحتى تقبل معك، والحقيقة إنه هاي البنت بريئة وإنه أنت شخص بلا أخلاق ومتوحش كتير كمان. شو هالحكي هاد؟ ولك عين تحكي؟ إذا بدك تقول كلمة واحدة عن مرتي وقتها ما رح تعرف شو ممكن أعمل فيك. رح تشوف شي ما بيعجبك بالمرة، عم تفهم؟ شو كل هالوقاحة السيد شوبرا؟ السيد رايتشاند معه حق، ومدامته كشفتك يا عيب الشوم، عم تعمل هيك شغلات وسخة مع وحدة بعمر بناتك وبعدين تجي بتتهمها قدامنا؟ شو هالعالم اللي عازمينهن لهون؟ ما بقى بدي ضل هون بعد هيك. استاذ شوبدا، بترجاك بكفي بقى، وانت كمان يا ريت تمشي. أبرنا معها حق، يا ريت تطلع وتلحق رفيقك. ما منعرف كيف نحن رح نصلح هالموقف مع بانكتي، ولهيك ما رح نكبر القصة أكتر من هيك، وبتمنى تصير تعتذر عن كل حفلات مومبن. ايه ايه، رح اطلع من حفلتك. امشي معي اروهي، خلينا نترك هي الحفلة. ديب، لو سمحت بس خليني اشوفها لهديك البنت، المشكلة ما بعرف وين. لا اروهي،
مو هلأ، هلأ مو وقتها. عدم المؤاخذة أخي مناف، ما كنت بتوقع أنه يصير هيك، بس هلأ أنا حاسس أنه نحن ما رح نتفق أبدا. يا ريت أهان تعامل مع الموضوع بتفاهم أكبر. صدقني لو صاير شي غلط أنا كنت اتدخلت، الأمور رح تنفهم غلط من بعد هاي المشكلة. وبتعرف إنه ما لها حفلة شخصية، هي بتكون حفلة للشغل وبس. ولهيك أنا بعتذر منك مناف. ردي شو عملتي؟ مرتي ما لازم. ابني شو عملتي بابني؟ احكي. شو انت مانك شايف؟ حرام، خليها نايمة، ممكن تفيق بعد شوي. هي لساتها عايشة، هلأ هي دايخة ومانا ميتة. فكر بذكاء، لأنه إذا ما بتعطيني الفيديو اللي صورته على موبايلك وقتها فيك تعتبره إنه ميتة. اللي وينه الفيديو؟ وينه الفيديو؟ إيه لحظة، هذا الموبايل خدي. أنا وقف. إذا بتعمل حالك ذكي وشجاع وتقرب خطوة واحدة وقتها رح أقتلها لمرتك بثواني. ليكي هي أنت أختي اللي بدك إياها، تركي عيلتي هلا. بترجاكي اذا بتريدي روحي وتركي عيلتي، تركيها لردي اذا بتريدي. اسمعني منيح، بالنهايه انا ماني كتير حابه اروح على نار جهنم، لاني قتلت عالم منيحه. عندك عيلة حلوة كتير، وأنا كمان بتمنى يكون عندي عيلة حلوة هيك، أنا وحبيبي ديب لحالنا وعنا ولد حلو كتير، بس ما رح أقدر حقق هذا الشي غير لحتى أتخلص نهائياً من كل المشاكل الصعبة اللي عم توقف بطريقي. أنا آسفة، بس ضروري كتير إني شيلكم من طريقي. أنا بصراحة ما كان قصدي أعمل معكم هيك، بس اسمعني منيح، أنتوا اللي جبرتوني. يعني شو فيني أعمل بهيك حالة؟ اضطريت أتصرف، يعني ما فيني ضحي بأحلامي وبالمقابل أنقذ حياة شخص تاني، هذا الشيء مو طبيعي. عن جد أنت ما بتقبل يصير هيك، كان لازم أتصرف. ديب لازم يرجع لي إلي، حتى لو اضطريت أني أقتل كل العالم من شانه، وما رح أتراجع عن حقي. ديب لإلي ورح يضل لإلي.
الأديب إلي أنا وبس، إلي أنا وبس، ومستحيل هذا الحب إنه يتكرر مرة تانية. ريدي ريدي، وأنت كمان لازم تموت. ضليتك تتدخل بشغلات ما لك فيها. لازم تموت، ما فيني سامحك على اللي عملته فيني. أنا بدي أطلب منك إنه تسامحني، أنا آسفة كتير، بس ما فيني ارتاح ولا دقيقة لحتى يرجع لي ديب حبيبي. أنا بعتذر منك كتير، أنا آسفة. عمتو ديب، ما خبرتني شو قال لك المحقق لاكشيا، وليش نحن هيك راجعين فورا على بيته لأخي؟ ما بعرف أروهي، ما قال لي شي واضح، هو ما قال لي غير تعالوا على بيت أنيكيت بسرعة. الشرطة؟ شو عم يعملوا هون الشرطة؟ ما بعرف يا أروهي، بتمنى ما يكون صاير شي ماله منيح. امشي يلا. شو صاير له لأخي؟ وليش ما عم يفتح عيونه؟ ليش ما عم يرد علي بالمرة؟ أخي افتح عيونك، في يلا في أخي أخي أخي، مستحيل يصير له شيء لأخي، عم بحلم أكيد، عم بتوهم، هذا كابوس بشع كتير، أنا عم شوف كابوس هذا الشيء بمنامي، هذا كابوس وأنا أكيد نايمة، مستحيل يكون هذا الشيء حقيقي. أروهي في يلا في 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 من نومك. أخي أخي ديب ديب، أخي أخي أخي، في حدا قتل أخي، في حدا قتل أخي، لازم أعرف، لازم أعرف مين، بدي أعرف مين قتل أخي. أنا بعرف مين اللي قتلوا لأخي. وهالمرة في شاهد على هذا الشيء، شاهد شاف كل شيء بعيونه. مين هو؟ مين اللي قتل أخي؟ مين هو الشاهد؟ حبيبي؟ اللي أنت تعرف مين اللي عمل هيك مع البابا؟ تعال عندي وقل لي مين اللي عمل هيك؟ شو؟ حبيبي ليش خايف مني؟ تعال عندي وخبرني وخبر الكل مين اللي عمل هيك؟ ايه هالولد قالنا مين اللي عمل هالعملي هي، ما في داعي تخافي من حدا، قل لي. ليش عم تأشر علي أنا؟ تعال حبيبي لعند عمتك، تعال. وقفي مدام رايتشاند، لا تقربي خطوة واحدة من هالولد.
حبيبي الشرطة هون وهي اللي رح تحميك، ما في داعي تخاف من حدا. قلي شو صاير بالتفصيل، يلا قلي مين هو يلي قتل البابا. كنت فوق بالبيت وشفت عمتي وهي عم تقتل أبي. صدقني أنا ما فيني ارتاح ولا دقيقة غير لحتى يرجع حبيبي ديب لإلي. بدي إياك تسامحني. لا مستحيل، لا أنا ما قتلت أخي، هذا الشيء مستحيل، هذا أخي اللي بحبه، أنا ما فيني زعله، كيف بدي أقتله؟ فهموني أنا ما قتلت حدا، صدقوني ما بعرف مين قتله كمان، صدقوني. بس نحن بحسب ما حكانا ابنه أنه أنت اللي قتلتيه وبطريقة كتير وحشية وبشعة، أنت قتلتيه وأنت هلأ رهن الاعتقال بتهمة قتل أخوكي مدام رايتشان. بتمنى أنك تساعدينا. يلا حطوا لها الكلبشات. ما فهمت شو عم يحكي هذا ديب، انا ما قتلت اخي. طيب طيب اساله لديب، انا ما كنت هون، انا كنت بمومباي وجينا من المطار لهون. ديب قل له الحقيقه. حضرت المحقق، الولد بحاله صدمه وما بيعرف شو عم يحكي، انت كيف بدك تقبض على اروهي بسبب افاده طفل صغير؟ اسمع ما في داعي تعلمني شو لازم اعمل، وانا يلي بقرر اذا حكي الصبي صح ولا لا. مرت اخي اذا بتريدي اسمعيني شوي، اتركوني. مرت اخي شبيهتي، شبيهتي اللي قتلته. مرت اخي انا ما قتلت حدا. مرت اخي. حضرة المحقق حبيبي. انت عم تغلط غلطة كتير كبيرة، اروهي مستحيل تقتل حدا، مو هي اللي قتلت اخوها. مرت اخي لك اتركوني شوي، اسمعيني مرت اخي، صدقيني انا ما قتلته، انت بتعرفي الحقيقة وشفتيها لشبيهتي. مرت اخي قولي الحقيقة. يلا تحركوا خدوا الجثة من هون ووصلوها على المشرح. أخي أخي أنا ما عملت شيء، اتركوني. أروهي ديب طلعي. أروهي يلا. أروهي تأكدي ما رح يصير لك شيء، لا تفقدي الأمل، أنا رح ضلني معك. ديب خلص خلص حبيبتي ماشي، لا تفقدي الأمل، رح ضلني على طول معك. أخي 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 وقفوا لا لا تاخذوا. مرت أخي. لا 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 ليش اكسر ليش ليش. انت ليش هيك عملتي؟ ليش قتلتي اخوها لاروهي؟ يلا قولي. اخوها لاروهي مات؟ يا حرام. بس انت ليش عم تتهمني بهذا الشيء ديب؟ يمكن تكون نسيت انك حبسنا انا وبريت في هون وقفلت علينا الباب ورحت. وأكيد أنا ماني شبح لحتى أقدر أطلع من الباب وهو مسكر وروح وأقتل أخوها لأروهي وأرجع على غرفتي. إيه سيدي نحن كنا هون والمدام ما طلعت أبداً. خلاص خرسوا خرسوا. أصحكم تضحكوا علي، عم تحاول تزاك علي كتير بريد فيها، مجنونة وما فيها عقل وفهمنا. بس أنت على أساس ذكي، ليش ما منعتها؟ شو صار لك؟ أنت بتعرف شو صار؟ بسببكم مات شخص بريء اليوم. في ولد بريء يا تارا اليوم صار يتيم. وبتعرف شو صار بمرت أخوها؟ اليوم انتو خليتوا هاي المرأة أرملة. عائلة أروهي صارت أهم مني؟ وقلي لشوف شو صار بمرتك. هلأ المسكينة صارت عاجزة لأنها رح تنسجن مدة طويلة كتير، واللي بيعرف الحقيقة انقتل ومات. يعني مو فارق معي إذا أي حدا بهالدنيا بيتيتم أو بيترمم، ما حدا رح يصدق إنه أنا اللي عملت هيك شي. كلهم رح يفكروا إنه أروهي اللي قتلت، وهلأ بيكون الولد حكى كل شي شافه بعيونه، بيكون قال للشرطة إنه عمته هي اللي قتلت أبوه المسكين. لكان أنت بتعرفي واثقة
إنه الولد حكى كل شيء. أكيد بتكونوا مبسوطين من الخطة اللي عملتوها لحتى تقدروا تلبسوا التهمة لآروهي. بس في شغلة عم تنسوها، إنه وقت يطلع الولد من حالة الصدمة، وقتها رح يقول للشرطة إنه مو آروهي اللي قتلت أخوها، رح يقلن إنه شبيهتها اللي قتلتها، شبيهتها اللي شافها بعيونه. مو أنا اللي بتهدد بنوب، انتبه. تعرف شو العواقب اللي رح تصير إذا بروح على السجن يا ديب؟ ديب، هي هي الفرصة اللي نحنا كنا ناطرينها كرمال نوقع آروهي بالفخ، وهذا اللي كان بدنا إياه يصير. روح وقول للشرطة إنه آروهي راحت معك على مومباي بمشوار ضروري كتير، بس رجعت لحالها من شيملة بدون ما تخبرك، وهي اللي قتلت أخوها. ووقتها آروهي رح تخبي الحبوس وتضل كل العمر هنيك، ونحن رح يصير اللي كان بدنا إياه، وبعدها أنا وأنت رح نعيش حياتنا مبسوطين مع بعض كل العمر. إيه؟ ديب؟ بعت لي هاي على الفرع الرئيسي. يلا. حاضر. اللي شو الحجة الجديدة اللي ألفتها هلأ لحتى تنقذ مرتك يا سيد رايتشاند؟ أنا ما أجيت لأقول شي، أجيت سمعك الحقيقة. ليش مين يلي بده يحكي؟ أنت ولا هنن؟ عمتي أروهي ما دخلها، مو هي اللي كانت عنا مبارح بالليل. كانت وحدة تانية بتشبه عمته، وكانت عم تدفشني وتعيط علي. إذا بتريد طلع على عمته. شي بيزعل يا سيد ديب رايتشاند. للأسف قدرت تلاعب بعقل ولد صغير وتقنعه يجي ويغير إفادته. ما صار هالشي سيادة المحقق. ابني عم يحكي الحقيقة. أروهي ما عملت شي. في وحدة بتشبهها، وهي هي اللي عملت هيك. أروهي بريئة. حضرة المحقق، أنت قبضت على مرتي أروهي بناء على أقوال ولد صغير، واليوم نفس هذا الولد غير أقواله، وأمه بذات نفسها عم تقلك إنه أروهي بنت بريئة. بعتقد إنه أنت كمان لازم تغير رأيك هلأ وتطالع آروهي من السجن. لامبو، قتلت البابا وهي شريرة كتير. من كتر ما بتشبهك فكرت أنتي. بكل الأحوال أختي أروهي ما عندها. بكل هالحياة حدا غيرنا نحن؟ كوني واثقة فيه، أنا أخوك ورح نعرف كل شي سوا. أخي مو فارق معي جرحي،
أنا مبسوط اليوم لأني شفت البنت اللي ضحكت علينا كلنا، ومن اليوم ورايح يا أروهي هي البنت بتكون أكبر عدو لإلنا. انتي شو عم تعملي؟ أروهي تركيها من ايدك يلا. رجاك خليك عندك ولا تقرب لهون. أروهي شو صاير لك؟ أروهي شو عم تعملي؟ شيليها من ايدك. اللي عم بعمله انا هلا هو التصرف الصح. اخي مات بسببي، شبيهتي اللي قتلته وعائلته خسرت كل شيء بسببي انا. ديب كل هالشيء صار بسبب وشي. ما بدي اياه لهذا الوش البشع، ما بدي اياه. انا لازم اتخلص من وشي، خلص ما بقى بدي اياه. تركيها من ايدك. أروهي تركي عملك، تركي من إيدك. أصحي بقى، أنتي ما عملتي أي شيء لحتى تعاقبي حالك. أنتي مالك زن، كل شيء صار بسبب شبيهتك. عن جد خلص أنا لازم أتعاقب على عمايل شبيهتي ديب. شو قلتي؟ شبيهتك؟ ديب انت ما كنت مصدقني من قبل مو هيك؟ بس انت هلا مصدق كل شيء وانه في وحده بتشبهني. اكبر غلطه بغلطها بحياتي اني ما صدقتك يا أروهي. ضليت الصرخي انه في وحده بتشبهك. انا ما صدقتك، بس هلا انا عرفت انه كل اللي قلتيه كان صح، لانه ولد بريء مستحيل انه يكذب بهيك قصه يا أروهي. انا هلا مصدق كل كلمه قلتيها، صدقيني وما رح اتخلى عنك لو شو ما صار يصير. هالشي بيعني انه عن جد في وحده بتشبه أروهي؟ كان لازم نصدق. نحن عن جد غلطنا غلطه كبيره كتير يا بنتي. نحن اسفين، سامحينا أروهي. ما بعرف شو بدي اقول. ايه أروهي، وانا حكيت معك حكي بشع كتير وتمسخرت من مرضك. انا اسفه كتير. نحن غلطنا غلطه كتير كبيره وقت اللي ما صدقناها لأروهي، بس هلأ رح نصلح هي الغلطة. أروهي لا تخافي، نحن معك. صدقيني هلأ مو وقت تنهاري، هلأ وقت تكوني قد حالك لحتى تعاقبي اللي قتل أخوكي وتاخدي حق مرت أخوكي والولد. بتمنى انه حضرتك تكون عطيت افادتك للشرطه، لانك اذا ما عملت هيك ساعتها رح بلش بالعد التنازلي من اول وجديد، وهالمره ما رح يكون في ولا غلطه. شكرا. مرحبا أروهي. بس ما تكون عم تراقبني. لا، ما في أي شيء خليني راقبك، بس الحقيقة أنا مصدوم من يلي عم شوفه قدامي ومتفاجئ شوي. معقول هاي البنت يلي كانت حزناني على أخوها كثير وعم تبكي مبارح هلأ قاعدة ومسترخية وعم تشرب قهوة؟ عن جد شي غريب. يعني شو بدك تقول؟ شرب القهوة جريمة؟ بفهم إنه حضرتك رح تحبسني لأني عم بشرب قهوة؟ لا لا، مو مشكلة، كملي قهوتك تفضلي. دقيقة بس، لو سمحت أنت ما بتعرف إمتى بيرجع المحقق؟ نبقى منخبرك وقت يرجع، تفضلي انتظري. بس خبرني لو سمحت. Thank you.
أروهي؟ أنت هون؟ هالشي مستحيل، لأنه عن جد أنت سريعة، كيف لحقتي؟ يعني طلعتي من محل القهوة ورحتي على البيت كمان وغيرتي ثيابك ووصلتي لهون قبلي، شي حلو كتير، كيف عملتي هيك؟ فيكي تشرحي لي وتفهميني؟ لأنه أنا ما عم بستوعب. أنت شو عم تحكي؟ أنا إمتى شفتك بمحل القهوة؟ أنا من زمان قاعدة هون، صلي شي ساعة. وإذا بدك ومو مصدقني فيك تسأل الشرطي. صار لك هون ساعة؟ إيه صح، معناها أنت شفت شبيهتي هلأ من شوي. شبيهتك؟ إيه شبيهتي، أنا خبرتك عنها كتير، يعني هلأ صار لازم أنك تصدقني. قلت لك أنه في وحدة بتشبهني، وقلت لأخي كمان، يا ريتك صدقتني من قبل. شو عم بتفكر؟ أنت شفت شبيهتي، لو كنت مصدق حكي ما وصلنا لهون، كنت كمشتها وحطيتها بالحبس وريحتنا كلنا وارتحنا من المشاكل. والأهم من هذا كله إنه أخي بيكون لساته عايش. الشم والتعرف على الريحة هي شغلة الكلاب، ليش عم تشتغل شغلتهم؟ هديك البنت ضربت عن جد ابنك بقوة لدرجة إنه ما بقى يسمع بإذنه. أنا ما بنسى الوش اللي بشوفه، ومستحيل أقدر أنسى هاي البنت. لك بسبب هاي ابني ما بقى يقدر يسمع بإذنه اليسار. هذا اللي صار تماماً يا أستاذ، فهمت علي؟ أنت حكيك صح عروي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.